الدكتور عبد الله العامري، عميد شؤون الطلاب بجامعة حفر الباطن. دكتور عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، أهلا وسهلا فيك. أشكر لك في البداية قبول دعوة البرنامج. وحقيقة إحنا اليوم نتكلم عن دور التثقيف الأسري في وقت الأزمات، ولعلنا نعرج على ما لديكم في الجامعة في ظل هذه الأزمة الحالية. سمعت أن لديكم مبادرات في موضوع الإرشاد النفسي لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والبيئة المجتمعية في حفر الباطن، حبذا لو تحدثنا عن هذه المبادرة. صحيح، وأولا أشكركم على إتاحة الفرصة عبر إذاعة نداء نداء الإسلام، الإسلام حياك الله، أهلا وسهلا. في هذا البرنامج المبارك، وأسأل الله أن يحمي البلاد ويرفع عن وطننا العزيز هذا الوباء وعن سائر بلدان العالم وعن سائر بلدان المسلمين. آمين. انطلاقا من مسؤولية جامعة حفر الباطن الاجتماعية وإدراكا لدورها في خدمة المجتمع، وجه معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله الناجي القحطاني بإطلاق مبادرة وخطة الدعم النفسي والاجتماعي الموجهة لمنسوبي الجامعة من طلاب وطالبات وأعضاء التدريس وموظفين وموظفات، وكذلك لأفراد المجتمع لتحقيق المرونة النفسية في التعامل مع أزمة كورونا وما ينتج عن ذلك من آثار اقتصادية ونفسية واجتماعية وأكاديمية وأسرية. نعم، جميل. أنا أعتقد أنه هذه المبادرات، يعني دكتور عبد الله، من المبادرات التي تجعل الجامعات في خضم الحدث. يعني نسمع دائما من بعض الجهات الحكومية نقول ماذا فعلت تلك الجهة حتى في ظل هذه الأزمة، وتكون حقيقة مثلبة عليها. يعني هذه المبادرات أعتقد أنه أنتم سابقتوا الزمن وكنتم من أوائل الجامعات اللي اتخذت هذه الإجراءات تفاعلا مع الحدث العالمي. نحن نعلم أنه وزارة التعليم قامت بمجموعة من الإجراءات فيما يتعلق بأوقات الدراسة والاختبارات وآلية الاختبارات، ولكن أنتم أعتقد أنه أثرتوا أن تقوموا بجهد مختلف يتناسب مع توجه عمادة شؤون الطلاب من ناحية الإرشاد النفسي، وأعتقد أنه هذا أعطى أثر إيجابي نفسي كبير لمن تأثر بهذه المبادرات وأيضا من سمع عن هذه المبادرات. لا شك أن جهود جامعة حفر الباطن هي امتداد لجهود وزارة التعليم بتوجيهات معالي وزير التعليم، وأيضا أن الوظيفة الثالثة للجامعات غالبا هي خدمة المجتمع. صحيح. من هذا المنطلق استشعرنا أن ضرورة وجود دعم نفسي واجتماعي لحالات القلق والخوف والتوتر والاكتئاب والوسواس القهري التي يمكن أن تصيب المجتمع بسبب الهلع والشائعات التي تأتي من مصادر غير مسؤولة وغير مصرح لها على أفراد المجتمع. كذلك الانتقال المفاجئ لطلاب الجامعة من التعليم العادي والتقليدي إلى التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ووسائل التقويم تتطلب أيضا إعداد وتهيئة نفسية للطالب، أدركتها الجامعة وعملت على تحقيقها من خلال هذه المبادرة. أيضا عندنا فئات في المجتمع تحتاج إلى دعم ورعاية نفسية، مثل كبار السن، مثل الأطفال، مثل ذوي الإعاقة، كل هؤلاء يحتاجون إلى رعاية نفسية تم أخذها في الاعتبار في هذه المبادرة، بحيث يتم تقديم التوجيهات والإرشادات النفسية لأبنائنا الطلاب لكيفية التعامل مع كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. نعم، جميل. سعادة الدكتور عبد الله العامري، عميد شؤون الطلاب بجامعة حفر الباطن، كلمات جميلة تحفتنا بها، مبادرات جميلة تقوم بها الجامعات. جامعة حفر الباطن كانت من أوائل تلك الجامعات. شكر كبير لكم على ما تقدمونه في سبيل خدمة المجتمع في ظل هذا الظرف الصعب والظرف الراهن. يعطيك العافية دكتور عبد الله. شكرا شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيك. دكتور بادي، يعني إن كان لك لديك من تعليق في دقيقة قبل أن ننتقل إلى الجزء الأخير من نعم. محمل حلقتي. هو أشار إلى نقطة مهمة وهي دور الجامعات في خدمة المجتمع. نعم. ونعرف أن هناك كليات مجتمع ملحقة في جامعاتنا، ولله الحمد يعني الجامعات السعودية لها دور كبير، ونعول حقيقة عليها أن تقوم بما قامت به جامعة حفر الباطن
لأنها يعني ترجمة حقيقية للدور المفترض أن تقوم به الجامعة من مبادرة تجاه المجتمع. حقيقة دكتور، أنا فهذه جاني حقيقة مبادرة يشكرون عليها. أنا بس جاني فضول أعرف وش هو الدور الأول والثاني. أنا أعتقد أن الدور الأول هو التعليم، ثم البحث بالضبط العلمي، ثم خدمة بالضبط، المجتمع، صحيح؟ نعم ما شاء الله طيب عليك، كويس، الحمد لله. يعطيك بارك الله العافية. فيك، الله يعافيك. طيب نروح للقسم الأخير دكتور بادي من حلقتنا اليوم، مجموعة من الأمثال الشعبية أو مجموعة من الأمثال العالمية اللي تعطينا نبذة عنها وعن قصة كل مثل وارتباطه بالثقافة الغربية والشرقية.